السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ الله يطول عمرك للا. رمضان كريم عليكم الصحة والسلامة يا رب. يا رب يا كريم بارك الله فيكم. أولا أني كريبان كرجع الفضل الله سبحانه وتعالى باش أنا كنسمعوا لك ثم الأبدية اللي الله يرحمه اللي كان كيتمنى يشوفك ودائما كيقول لنا بغيت نشوف صورته هكا باغ انترنت. الله أكبر. الله يرحمه ويوسع عليه وعلى جميع المسلمات. ألو. نعم لا إله إلا الله. عني كريبان الله يجزيك بخير والله يرحم لك الوالدين. أسألك الدعاء في واحد الأخت ديالي اللي هو هي والأم ديالي راهم في الاستماع أختي خديجة وماما عائشة. كنرجعك يا دكتور الله يرحم لك الوالدين ديالي مع أختي اللي كتمر بواحد الأزمة نفسية صعيبة صعيبة. لا إله إلا الله. فاش توفى الأب ديالي اللي كنت متعلقة به واحد الدرجة ما تخيلش دكتور. وهي تبارك الله حاصل على الدكتوراه وللاسف والحمد لله ما توفقت مع خدمات ما نزوجاش. لا اله الا الله. ومريضه بزاف دكتور لدرجه انها عندها افكار انتحاريه وبسبب هذا المرض اللي هي فيه وهذه الازمه النفسيه ماما هي تاثرت بها واللي هي بدورها الان كتعاني ومريضه. الله اكبر. غنقول لك دكتور والله زعما يعني واحد الظروف اللي كندوزو منها انا انا ما كرهش الدعاء من عندك يا دكتور ولكن كان الدعاء كنسبقوا الام ديالي واختي اللي هما الفرحه ديالي دكتور. يا رب. كنترجاك الله كنترجى الله ثم يا دكتور عافاك الدنيا مع اختي خديجه بالشفاء 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 لانها كدوز واحد المرحله خطيره دكتور ولا حول لنا ولا قوه. لا حول. لا اله الا الله. كان دابا راهي في الاستماع راه كتسمعني يا رب. نهار كبير استاذ نهار كبير هذا اللي شد لي الخط مرارا. الله يطول عمركم لنا. كنحاول وسبحان الله شد لي اليوم هاد الشهر الفاضل شهر رمضان. الله يطول عمركم لنا. اللهم لك الحمد دكتور. اسمحي انا متوتره شويه. العفو بنتي العفو. العفو لنا فاطمه الله يسكن الصبر في الوالد الله يسكن الصبر. إن لله وإنا إليه راجعون. لا إله إلا الله. بزاف دكتور بزاف أقسم بالله كنت عزيز عليه وهو اللي خلاني أنا ديما كنقول لك أنت دكتور الله يرحمه ويكفى عليه. بارك الله فيك الشريفة. الله لا إله إلا الله. يا أستاذ وعافاك دكتور بهذه مع أختي بزاف ومع الأم ديالي أختي راه كتمر واحد الأزمة نفسية حادة حادة أنا نباغي الله. يعني كتمنى تخدم داكشي اللي كتمنى انا ديرو مع بابا الله يرحمه كما كنقولوا قراها الحمد لله وصلنا كاملين وهي كانت كتبغي ترد ليه ولو قليل من داكشي اللي دار فينا ولكن ما كتبش مات الله يرحمه ولحد الان هي باقا متاثره وما تبقاش بانه مات وما باش تدخلها لراسها نهائيا ما يعني لا اله الا الله نفسيه زاد نفسيه اخرى يعني هي مرضات بانها ما خدمات ما يعني داكشي اللي كانت كتمنى توصل ليه ما وصلاتش ليه زياده عن ذلك بابا الله يرحمه اللي مات زاد كملات ليها. الله اكبر. ودابا ديالي كتعاني وكتشوف يعني كنا كنعانيو دكتور ما نكذبش عليك كنا حنا كنتمناو الدعاء ولكن انا فرحتي والدعاء كنبغي لاختي والام ديالي حيت يا ربي ربي يعطي للجميع ربي كريم واسع العطاء. دكتور الله يجازيك بخير الله يجازيك يا مرحبا لاله واحد المرحله نفسيه خطيره واسمح لي يا دكتور انا ثقيله عليكم وانما العفو العفو لاله شاهد علينا وحاجه اخرى دكتور الله يجازيك بخير واحد السيد خدا لنا الارض ديالنا ظالم
خدر الحظ ديالنا وبسبابه الاب ديالي. عرفت كيفاش غنقولك دكتور؟ اكيد غيكون تاثر مسكين وكان سبب تفاقم الامراض. تفاقم وخدا لنا هادي 5 سنين والدعوه في المحكمه وباقي الحق ما بانش. ويعني شنو نقولك دكتور؟ كنترجاك وكنطلبك تدعي معنا دابا وكاع المستمعين يقولوا امين. الله يرحم لك الوالدين ويرحم لك الوالده ويصلح لك وليداتك دكتور. والله يجازيك بخير وكل مستمعين. الله يشافي كل مريض والله يقضي الدين عن كل واحد والله يسهل على كل واحد. احنا كنتمنوا الدعاء منك دكتور. والله يجازيك يا رب. شكرا لك بنتي فاطمه. هذه النقطه الله يحفظك لنا. الله يحفظك يا بنتي يا رب يا كريم. وان شاء الله تعالى هذا الدعاء ونحن في رمضان. وفي رمضان الدعاء مستجاب. ربنا قال واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان. لان في رمضان الناس صائمون قائمون طاهرون مباركون وقريبون الى الرحمن. اولا اريد لنا فاطمه ان اوجه كلمه لاختك اللي هي مكتئبه وحزينه ومنكسره. كنبغي نقول لها بان لا تعظمي الحياه الدنيا في قلبك. الدنيا ربنا سماها الدنيا من الدنو، انها ناقصه، انها لا تساوي اي شيء. نظر اليها ربنا حينما خلقها نظره واحده ثم ولى وجهه الكريم عنها. لما خلق الله الدنيا نظر اليها نظره واحده ثم ادبر وولى وجهه عنها، لم ينظر اليها بعد ذلك. لماذا؟ لانها لا تساوي عند الله جناح بعوضه. ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضه ما سقى بها كافرا شربة ماء. فعلى المؤمن أن لا يعظم الدنيا في قلبه بل يعظم شعائر الله. ومن يعظم شعائر الله فإن ذلك من تقوى القلوب. المؤمن يعظم القرآن في قلبه، يعظم ذكر الله في قلبه، يعظم الصلاة والعبادات في قلبه. أما الدنيا فما أقبل منها فمرحبا، وما أدبر منها فيا مرحبا. هكذا الدنيا تقبل وتدبر. لابد أن تعلمي يا أختي الفاضلة بأن الوالد ديالك الذي توفي هو لم يمت بسبب الحسرة على الظلم الذي تعرض له من طرف هذا الظالم المغتصب الذي أخذ له أرضه أبدا، بل عمره انقضى. لكل ما له عمر محدد. نحن نتسلم شهادة وفاتنا لما نكون أجندة في بطون أمهاتنا. أول ما يتسلم المخلوق وهو في بطن أمه شهادة وفاته. قال صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يجمع نطفة في بطن أمه 40 يوما ثم يصير علقة مثل ذلك ثم يصير مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكان فينفخان فيه الروح ويؤمران بكتابة 4 كلمات أجله والأول ورزقه وشقي أو سعيد. فالأجل مكتوب. لما كنا في بطون أمهاتنا يلا عدنا 120 يوم كل واحد منا تسلم شهادة وفاته قبل أن يحيا لكي يعلم كم سوف يقضي من زمن في هذه الدنيا. فلا أحد يزيد دقيقة ولا جزء ثانية ولا ينقص. إذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. فالزمن هو فالأمر لله تعالى. ثم من مات استراح. الله عز وجل إذا أراد أن يقبض روح المؤمن يناجيه يقول يا عبدي تعال إلينا لتستريح من عناء الدنيا. ربنا يرى في القدر والقضاء الذي عند المؤمن ويرى بأن حياته المستقبلية لن يكون فيها إلا معاناة، إلا تعب، إلا مشقة، إلا أمراض، إلا صراعات. فربنا يقول للعبد المؤمن تعال إلينا لتستريح من عناء الدنيا. فأبوك لعل الله تعالى اطلع فرأى بأن حياته المقبلة لن يكون فيها ما يسر فأراده أن يضمه إليه. ثم إن المؤمن لما يموت يقضي ليلة واحدة في القبر والليلة الثانية مباشرة ينتقل إلى عالم البرزخ ويستقبله الأهل والأحباب ممن سبقوه بالإيمان. يستقبله والداه وأجداده وأخواله وأعمامه وأحبابه. يقولون سيقبل علينا وافد جديد ويجتمع معهم في عالم البرزخ. لماذا البكاء؟ وأبوك الآن
هو في جمع مبارك مع أهله وأحبابه في عالم البرزخ. عالم البرزخ هو قاعة انتظار كبيرة جعلها الله تعالى ما بين الدنيا والآخرة، تجتمع فيها أهل أرواح أهل الإيمان، يجتمعون في نظام مخالف للدنيا تماما، مخالف كل ما خطر على ذلك، فذلك مخالف لذلك، يأكلون ويشربون ويتدعمون ويتسامرون فيما بينهم. والدك الآن رحل إلى رحمة الله، لا تظن أنه في القبر، القبر فيه جثة فيه تراب، لكن الروح الطاهرة جاءتها الملائكة فغسلوها وكفنوها وقالوا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أبوك ربنا حمل روحه الطاهرة وكفنته الملائكة وطهروه بالمسك وبالعنبر وريح الطيب، ثم أخذوه إلى عالم البرزخ. هو الآن يستأنس مع والديه وأحبابه وأقاربه، هو فرح مسرور، هو يستاء من بكائكم، لما نبكي على الميت يستاء، حتى قال صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. هو ميت وكيف يعذب؟ لأنه حي، الميت هو عنده حياة من نوع آخر، كالجنين لما كان في بطن أمه كان حيا يرزق يأكل ويشرب ويتحرك ويحس ويشعر، كذلك الميت عنده حياة من نوع أخرى. فربنا سبحانه وتعالى أخبر بأن أهل الإيمان ينعمون، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أبوك إذا بكيت عليه فإنك تضرينه، أولا يستاء لأنك لم تتجرع مدحة الإيمان، هو يحتاج منك إلى دعاء، يحتاج منك إلى عمل صالح، ونحن في رمضان ندعو لأمواتنا بالرحمة والمغفرة والرضوان، إذا كان عندنا مال نتسابق ونعطي للفقراء والمساكين صدقات، لأن المساكين والفقراء هم مثل ساع البريد يحملون الصدقات إلى أمواتنا، نوسع عليهم. فإذا لم نكن عندنا مال نتقرب إلى الله بالدعاء، نختم القرآن، نصلي ركعات، نذكر الرحمن، نكثر من الدعاء للفقيد، والفقيد تأتيه تلك الصدقات روح وريحان وجنة نعيم، حتى إنه يكون في قبره ويترق فيفتح له فيقول هذه صدقة من ابنك فلان، هذه دعوة من ابنتك فلانة، فيفرح ويسعد ويطرب لها. لمدى البكاء إذن؟ أقول لك أختي الفاضلة، لو أنك أخذت الدكتوراه ولم تشتغلي، ربما لأن البعض يربط الرزق بالحكومة أو يربط الرزق بوزارة المالية أو يربط الرزق بأرباب العمل لبتخنة، خطأ شديد، الرزق ليس عند هؤلاء قطعا، الرزق عند الرزاق سبحانه وتعالى، هؤلاء مجرد وسائل ربنا عز وجل استخدمهم لكي تصل نصيبك من الرزق، فقط وسائل. أما إذا أراد ربنا أن يرزقك فبلا وسائل، الله يرزق بالأسباب ويرزق بلا أسباب ويرزق ضد الأسباب. أختي فاضلة، لا أريد منك أن تستائي لأنك حصلت على دكتورة ولم تشتغلي ولم تتزوجي، ربنا قادر على أن يغير حالك من حال إلى أحسن حال بالدعوة الصالحة، لأن قد يكون هناك قدر والباب مغلق، فنستفتح ونطرق الباب وندعو الرحمن فيفتح له الأبواب، ثم ربنا يعطيك، وإذا أعطاك أدهشك أعطاك من الخير الكثير. فاللهم يا رب، أيها الأحباب الكرام، جزاكم الله خيرا، نتعاون في الدعاء لأختنا فاطمة وأهلها. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا ودود يا كريم، يا من أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة، يا رب هذا الفقيد اللهم ارحمه رحمة واسعة، واجعل قبره مزارا للملائكة، واجعل قبره روح وريحان وجنة نعيم. اللهم اسقه شربة ماء من حوض النبي لا يظمأ بعدها أبدا.
اللهم اجعله من القبور إلى القصور، اجعله ممن تتفتح لهم أبواب السماء، اللهم اجعلهم ممن تتلقاهم الملائكة سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. اللهم بوئه مقعد حق عند ملك مقتدر، بدله اللهم دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وجيرانا خيرا من جيرانه، واجعله عندك منعما مكرما يا ربي. وابنته الحزينة المكسورة اللهم بدل حالها من حال إلى أحسن حال، يا مبدل الأحوال بدل حالها من حال إلى أحسن حال، اللهم ارزقها القبول، اللهم افتح لها أبواب التيسير، اللهم أزل عنها العقوبات، وأزل عنها الموانع، وأزل عنها الكروب. اللهم يا رب والفقيد شافي زوجته أمهم يا رب، أطل عمرها وزكي عملها، اللهم وأسعد قلبها وأقر عيونها بأولادها وبناتها وأحفادها. اللهم واجعلني أفراد أسرة كلهم وليا وكلهم نصيرا يا رحمن يا رحيم، لا تجعل هذا الشهر الفضيل يمر إلا وقد استجبت لدعواتهم وحققت رجاءهم وبلغت مقصودهم. واجعل يا رب هذه البنية الحزينة ترى والدها في المنام، يا رب تراه بعين الرضا، تراه تكسوه جبت وعلى وجهه النور والفسحة والحبور، وأنه في جنات الفردوس يتنعم حتى يدخل إلى قلبها الرحمة والطمأنينة والثقة في رحمة الله الواسعة. اللهم عجل لها بالفرج يا ربي، وكل من قال آمين ارزقه من الخيرات والبركات ما أنت به عليم. قولوا جميعا آمين 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 يا ربي يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.